آه نعم هنا في محافظة الداير دشنا فريق آه ذوي الهمم هذا الفريق اللي آه تقوده حليمه المالكي هي معنا الآن آه إحدى بنات الوطن المكافحات ومؤسسة آه هذا الفريق آه ودنا آه في البداية آه حليمه تحدثينا عن آه فريق ذوي الهمم وعن حليمة المالكي إحدى بنات الوطن المكافحات اللي وهي هنا على حدود الوطن في محافظة الدائر أيضا أكملت دراستها الجامعية في جامعة جازان وحصلت على بكالوريوس في اللغة العربية معكم حليمة المالكي خرجت جامعة جازان تخصص اللغة العربية من مواليد 1994 للهجرة أعمل في مجال التطوع واختص في عملي يكون خدمة في ذوي نعم شاهدنا لك العديد من المبادرات الجميلة هنا في محافظة الدائر وحضور كبير قبل تأسيس هذا الفريق فريق ذوي الهمام قبل الحديث عن هذا الفريق ودنا تحدثينا عن المبادرات الكثيرة اللي شاهدناك وشاهدناك أيضا في مهرجان البن الثامن مؤخرا هنا من خلال ركن جميل شاركتي فيه وأيضا كرمتي على هذه المشاركة الجميلة حدثيني عن هذه المبادرة وهذا الحضور في الفعاليات والمناسبات هنا في المنطقة بشكل عام طبعا اول اول مشاركه لي كانت في مهرجان البن خصص ركن خاص اسميته هم من ذوي الاعاقه لاثبت للمجتمع يعني ان الـ ان الـ كل شخص بيقدر يوصل, يوصل لساعته يعني سواء الطبيعيين او حتى المواقع يعني يقدر يوصل لساعته للمجتمع بكل هو يعني العقبات استطعت بكل هذا الطموح وهذا الامل التغلب على هذه العقبات ابرز العقبات اللي واجهتك ايضا اثناء ممارستك او الذهاب للجامعه من هنا من الجبال الى جازان ودي تحدثيني عن هذه ايضا كيف تمكنتي من التغلب على هذه الصعوبات الحمد لله كانت برضو عقبة يعني المواصلات هنا بعيدة كون الجامعات عن محافظة الدائرة بعيدة تقريبا ساعة ونص أو ساعتين لوصول الجامعة بس الحمد لله يعني أكملت الجامعة بكل جهد بكل, بكل عزيمة الحمد لله رب العالمين جميل يعطيك العافية نعود لموضوعنا الرئيس وهو فريق ذوي الهمم ودي تحدثيني عن هذا الفريق كيف أتتك الفكرة كانت أمنيتي بعد ما واجهت في مرحلة جامعية عقبة وهي عقبتي عقبة عشان العلاقة حقتي استسلمت بعدها فصلت من الجامعة بعدين أكملت رجعت أكملت الجامعة حق الجامعة وقررت في نفسي يعني يكون يعني إن العلاقة ما هي سبب عشان أي لأي ظرف يعني عشان أنا واجهته يعني الحمد لله يعني قدرت بهذا العزيمة وهذا الإصرار يعني أوصل رسالتي وأوصل الحلم هذا الفريق فريق ذوي الهمم هنا في محافظة الدائر ودنا تحدثينا عنه أكثر يعني لسه حديث هذا الفريق لكنه أعتقد أن لكم نشاطات أو مبادرات تم تنفيذها مؤخرا هنا في المحافظة نعم ليلة البارحة كانت تشيل من محافظة محافظ الدائر الأستاذ في البلدة ووجه لها كل الشكر والتقدير وهو الدعم الأول والأخير للفريق يعني أو والفريق يقدم ويقدم فئة ذوي اللياقة في في, في القطاع الجبلي كامل ونختص الفترة الحالية في محافظة الدائر في مراكزها جميعا ونفس المحافظة. حدثتيني يعني عن انه لكم مبادرات ايضا هناك في مناطق صعبة مثل جبال الحشر وبعيدة وعورة التضاريس كيف تمكنتم من تنفيذ هذه المبادرات فريق ذوي كانت أول مبادرة للفريق في القطاع الجبلي في جبال الحشر كان الطريق مرة صعب يعني وعر جدا يعني وصول صعب الوصول إلى هذه العوائل اللي زرناها بس الحمد لله يعني عقدنا مع نفسنا يعني مو ما هو أي شيء سبب يعني أن أخر عن هذا الشيء يعني والحمد لله يعني قدرنا نوصله آه طيب الآن آه هذا الفريق هو آه يختص بالشابات فقط، كيف الإقبال على آه هذا الفريق حتى الآن؟ آه الإقبال جدا جميل وواسع، وإن شاء الله فيما بعد يكون له تطور أكثر، وتوسع أكثر الفريق يخدم فيات المحافظة، محافظة الداير، وكل ما وكل وكل ما لا يتوسع أكثر في المحافظة الثانية. خططكم المستقبلية أو مشاريعكم أكيد أن لكم رؤية لتحقيقها من خلال هذا الفريق. نعم رؤيتنا واسعة جدا جدا لخدمة المنطقة كاملة منطقة جازان كاملة أو نشر التثقيف النفسي والاجتماعي وكل ما هو جميل ويقص في الذواقة. بالتاكيد ان مثل هذا الفريق اللي تقوم على حليمه المالكي بكفاحها وهي ايضا من ذوي الهمم انه سيحقق النجاح المرجو هنا في المحافظات الجبليه لكن ودنا انت تقول لنا رساله لكل شخص يعني كيف يتغلب على العقبات اللي تواجهه في الحياه مع العزيمه ومع الاراده وبرضه العياقة لا توجد يعني لا ياقة مع الإرادة، الإنسان الطموح في حياته ويقدر يوصل الحلمة يقدر يقدر يوصل لحلمه ورسالته اللي هو هو حلمه فيه يعني يقدر يوصل إليه. العافيه حليمه المالكي احد ذوي الهمم هنا في محافظه الدائر ومؤسسه فريق ذوي الهمم اللي دشنها محافظه الدائر نايف بن لبده يوم امس هنا في المحافظه شكرا لك حليمه ونتمنى لكم التوفيق شكرا لكم وجد شكري واشكر محافظه الدائره السادة نايف لبدا واشكر امي وابوي على وصول على على, على وصولهم على وصولهم لي لهذا هذا الشيء واجد شكري للجميع يعني كل من ساهم وكل من دعم سواء من خلف الكواليس او حضوريا الشكر نعم الشكر كل الشكر للاب والام اللي يدعمون ابنائهم مثل حليمه المالكي حتى تمكنت من تحقيق حلمها في الحصول على شهاده البكالوريوس لغه عربيه من جامعه يازان وايضا كان لها هذا الحضور الكبير والمميز هنا في منطقه يازان من خلال العديد نعم. من المناسبات اللي نشاهدها تتواجد فيها وايضا تاسيس هذا الفريق هنا فريق ذوي الهمم في محافظه الدائر. الله يقويها ويقويك شكرا جزيلا لك عبد الله الفيفي